اجمل شيء بالاعلان لما يتواصل اياك صاحب المكان ويقول لك الاعلان كذا، الرحله اللي اعلنا عنها حق وكاله الانوار المميزه على المقاعد الاخيره، ما شاء الله هذا اجمل شعور. طبعا للتذكير المكان هذا غني عن التعريف، قدر يجيب الينا خدمات مميزه، فنادق فخمه باقل الاسعار، وهذا بصراحه انا اقول سر النجاح. الصدفة الحلوة اليوم صادفنا الفنان القدير أمير دسمان، وأنا شفته في أكثر من فيديو مرافق معاهم بالرحلات. هلا هلا أبو محسن، يعطيك العافية حبيبنا الغالي أبو فطوم. حبيبي أبو فطوم، بكل أمانة أنت رافقت الحملة وشفت خدماتهم ورحت معاهم أكثر مرة. الحمد لله أنا رافقت الحملة في كذا رحلة في دول عدة، لكن إحنا بنتكلم عن جهة العراق. ما شاء الله فنادق مميزة، برامج مختلفة. الفنادق اللي اختارها صاحب الحملة أبو أمير اختارها بدقة وعناية، والكوادر ما شاء الله عليهم، الكوادر العراقيين سواء كانوا الخليجيين دائما يحرصون على خدمة الزوار يعني. فهذا اللي شفته وعشته عما قريب. عن كثير من الزوار يسألوا عن قرب المكان، قرب الفندق من الحرم. طبعا الأنوار المميزة دائما تحرص على اختيار الفنادق القريبة، لكن أجواء الأربعين مختلفة جدا. كل ما كانت الأجواء في الجانبين ممتلئة بالمضائف والناس والمواكب، كل ما عشت الإحساس والأجواء الروحانية أكثر وأكثر. أجواء الأربعين مختلفة تماما عن كل موسم يا أبو محسن، والله تشعر يعني أنا أكلمك وشعر جسمي كلش قاعد يوقف. ما شاء الله أجواء مختلفة ما راح أعيشها اللي يكون موجود فيها. اليوم انا تارك اصحاب الحمله، ما قاعد اخذ معاهم لقاء ولا اخذ عندهم معلومات، لان المعلومات كلها عند انا. ليش المعلومات عندي؟ لاني قريب من الجماعه صراحه، قاعدين يشتغلون من اجل راحه الزوار وخدمتهم. فالمتوقع من الرحلات الحين باقي كم مقعد في رحله 15 يوم اللي هي راح تروح يوم الخميس، راح تقفل. عندنا باقي 12 يوم و26 يوم و33 يوم، فاللي ما سجل اجي سجل وعيش شعور الزيارة. يعني من تسجل انت خلاص احساسك وجسر قلبك في جسر كربلاء دايركت على طول، احساسك يعيش تعد الايام والليالي، متى راح تجي، متى راح اسافر. هالشعور ما راح يروح منك الا لما تطب ارض كربلاء. فطوم حبيبي، انا طلعت من اجواء الاعلان وكذا، ابغاك توصف لي شعور بس الاربعين. شعور الأجواء الأربعين مختلفة جدا جدا، وما راح يعيش أحاسيسي اللي عايش هذا الشعور وعايش هذا الإحساس. أجواء الأربعين أجواء مختلفة، أجواء ضيافة، أجواء استقبال، أجواء يعني حرارة، أجواء مواكب، أجواء يعني كل البرامج المختلفة تشوفها في أجواء الأربعين. أجواء زيارة الأربعين مختلفة تماماً تماماً، وما راح أعيش شعوري اللي يشوفوني إلا لما يشوفونه بعيونهم. عن هذا فيديو يوضح هنا مستوى السكن اللي راح يسكنوه في كربلاء في فندق قصر الملوك. طبعاً ما شاء الله تبارك الله وكالة الأنوار مميزة. طبعاً هذا الفندق راح يسكنونه الزوار أول ناس، توه جديد. أوه جديد هذا؟ إي نعم، النيو. وهذه كانت تغطيتنا بوكالة الأنوار المميزة. أذكركم أن هذه المقاعد هي المقاعد الأخيرة، وفي خصم مقدم إلى متابعين محمد ضامن. إذا جيت تسجلوا قول لهم بس أعطونا خصم الضامن. بالإضافة عندهم تابي، يعني تقدرون تسافرون بالأقصى. وهذا موقعهم، موجودين بحي الجزيرة، هذا شارع الجزيرة بجوار شريحة خبز.